السيمة الواضحة والتي تعرف تجعلك تميز بشكل واضح بين الخارجي وبين السلفي هو سيد قطب. كتب سيد قطب الآن. سيد قطب في نفسه، سله عن سيد قطب ومن خلاله تعرف ما هو منهجه. إن كان خارجيا سيثني على سيد قطب حتى ولو باللف والدوران. حتى باللف والدوران وزعمه أنه يتكلم فيه في بعض النواحي، لكنه يثني عليه ويمدحه في نواحي أخرى، هذا منهم من الخوارج. يعني لكنه يخشى من تصنيفك له بأنه من الخوارج فيبدأ يلف ويدور في الكلام. لا يوجد صاحب سنة يمدح سيد قطب ويثني على سيد قطب، لأن سيد قطب هو حامل راية الخوارج في العصر الحديث. لما كانوا يمدحون سيد قطب شيخنا سابقا قبل أن يعرفوه، أما بعد أن عرفوه ما في عالم سنة يمدح سيد قطب بعد معرفته. يعني نقول جزا الله خيرا الشيخ ربيع المدخلي على تبيين حاله للعلماء حقيقة، لأنه أكثر من كتب في موضوع سيد قطب وأظهر عواره وعوار كتبه. جزا الله خير، عنده كتابات طيبة في هذا الموضوع، ومن الذي يريد أن يعرف بالفعل حقيقة سيد قطب، وأنا لا أنصحه أن يقرأ له حتى لا تنطلع عليه الشبهات، لكن معالم على الطريق لسيد قطب فيه تكفير واضح واستباحة للدماء بشكل واضح جدا، وتقرير لمنهج الخوارج. لمنهج الخوارج. نعم. يعني كلمة قطبية إذا تنسب إلى سيد قطب، إذا حقيقة هو نعم. هم أتباع القطبية، هم أتباع سيد قطب بأي اسم سميتهم، سواء كان من داعش، النصرة، القاعدة، السرورية، كلهم يشملهم لفظ القطبية، والقطبية هي امتداد للخوارج السابق. نعم.